السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مازن. إن شاء الله النهاردة أقدم لك زي ما شوفتي في العنوان بتاع الفيديو، طريقة عمل فول بطريقة النجم أمير كرارة. أنا شوفتها في التلفزيون الصراحة وجربتها ولقيت طريقة حلوة. يعني مثل الفول اهوت، وانت عارف أنا بدمسه إزاي. أنا بس بقيت ايه أضربه بالهاند بلندر بعد ما بخلص عشان القولون، يعني يا رب يشفي كل مريض يا رب. هجيب اخد على قد هنا شوية شوية مثلا في طاسة عشان أسخنه مع النار. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد مثلا شوية دول وأقوم جاي شوية حاطة شوية زيت وأسيبهم يسخنوا شوية. هو كده كده أنا هرساه. الطريقة بقى انك بتكوني جايبة بصل اخضر ويكون مقطع. طيب انا ما عنديش بصل اخضر، استبدلته بالبصل العادي. البصل العادي هاخد على قدي شوية صغيرين خالص، والباقي هعينها في الفريزر. لما تيجي مثلا تعملي فراخ تسلويها بحطها مع الشوربة. وكوني مجهزة طحينة وخل وليمون، ده زائد البهارات بتاعتي. انا هنا بس هيسخن وارفعه من على النار واوريكي اعمل ايه ان شاء الله. هنا سخن معايا اهو، طفيت النار. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي، رشة ملح، شوية كمون، شوية شطة، حاجة بسيطة. انا مش هعمله، مش هحط شطة، بس الشطة حاجة بسيطة مش هتغير خالص في الطعم. شوية خل، عصرة ليمونة، نص ليمونة عشان الخل، لازم تجربوا يا جماعة الوصفة دي بجد ما شاء الله جميلة. عجينة بقى، شيل بذر الليمون ده، شوية طحينة، عجينة بقى عند البصلة قطعها صغير خالص زي ما قلت لكم. يعني هو بصل اخضر يفضل يعني، بس يعني ايه ده برضو هيبقى طعمه جميل. انت بس بصي المكعبات بتاعتك تبقى ايه صغيرة خالص. مش كتير يعني، احط بحيث ان هي حسب الكمية بتاعتك. وخدي بالك انا كل ده وانا طافية النار عشان ما تفتكرش ان هي النار شغالة عندي. لا، هو يدوب سخنت الفول طفيت النار. في ناس يا جماعة بيحبوا يحطوا على الفول زيت زيتون على البارد، برضو بعد ما تخلصي كل حاجة رش معلقتين كده زيت زيتون بارد، بيبقى صحي قوي يعني، بيبقى طعمه حلو. بس انا ايه زي ما قلتلك دي مقادير وصفة اصلا، طريقة اللي شفتها ايه على التلفزيون. هبتدي هنا بقى اقلب كل حاجة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، اقلب كل حاجة. هبتدي بقى اغرفه في طبق واقدمه لك ان شاء الله. انا قدمته هنا اهوت، حطيته في طبق، عملت رشة طحينة وقطعت بصل صغير برضو على الطبق. اتمنى يعجبكم، ولأول مرة تشوف القناة تشترك ولايك الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من المشتركين ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.